بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ ونواصل إن شاء الله تعالى في مساق الإعلام الإسلامي. كنا قد تكلمنا في المحاضرة الفائتة عن وسائل الاتصال وصور الاتصال في العصر الجاهلي. اليوم إن شاء الله سنتناول بعض صور الاتصال الداخلية في العصر الجاهلي، صور الاتصال الداخلية. في المحاضرة الفاتت كانت صور الاتصال الخارجي، اليوم سنتكلم عن صور الاتصال الداخلي أو بعض منها. من أبرز صور الاتصال الداخلي عند العرب على الإطلاق يمكن أن نتناول صورتين، صورة الشعر وصورة الأسواق. وما سنقوله على الشعر وعلى الأسواق يمكن أن يطبق على مختلف الصور الأخرى، سواء كانت الخطابة، سواء كانت الأمثال الشعبية، سواء كانت القصص، سواء كانت دار الندوة أو الندوة اللي هو يقصد فيها ليس الوسيلة وإنما المقر، دار الندوة يعني البرلمان، الأعياد إلى آخره، إشعال النار وما إلى هنالك. طيب خلينا نتكلم اليوم الآن عن القصيدة الشعرية. لو حبينا أنه نحكي الشعر هو الوسيلة الذي استطاع بها العرب أن يحتفظوا بتراثهم، بقيمهم، بمبادئهم، بتاريخهم، استطاعوا أن يعلوا به أو بهذه الوسيلة شأن أفراد، زعماء، شأن القبائل، استطاعوا أن يحطوا من شأن أفراد وشأن قبائل، يعني مارسوا الحرب النفسية، سواء اللي هو إحنا بنقول عنه الفخر والمدح أو الهجاء والقدح وما إلى ذلك. هذه هنا عندنا في الإعلام نسميها الحرب النفسية، واضح؟ طيب هذا الشعر لو إحنا بس حاولنا أنه نرجع إلى المعنى من ناحية اللغة، معناه من ناحية اللغة، شعر بمعنى علمة، والإعلام لما بدنا نرجع لجذره أيضا من مادة علمة، فبالتالي الشعر والإعلام بنفس المعنى، نقول شعرت به وعلمت به، هنا نفس الشيء نفس المعنى. لاحظوا، يبقى الشعر بمعنى شعر فلان أي أحس، وأشعر أي أوصل معلومة، أوصل معلومة زي ما بنقول أعلمته بالأمر، أقول أشعرته بالأمر، نفس الشيء نفس المعنى. إذن هي أول دلالة إعلامية في الشعر، أنه يحمل نفس معنى الإعلام، يحمل نفس معنى الإعلام. طيب الوظيفة الإخبارية طبعا زي ما قلت أنا بناتي تظهر بوضوح من خلال يعني من خلال اللي هو الشعر وما يقوم به من دور في نقل المعلومات. كذلك الوظيفة الاقتصادية، الشعر كثيرا من الأحيان في شعر العرب وصف لنا ما هي الحياة، ما هي الحياة الاقتصادية، كيف كانوا يتنقلون وراء الكلاء، وراء المرعى، وراء الماء، وبالتالي هذا الشق الاقتصادي أيضا نقله. بل أقول لكم أن الوظيفة التاريخية للشعر عندما كان الشاعر يقف على أطلال القبيلة، أطلال القبيلة بمعنى البقايا التي كانت عندما ارتحل وما إلى ذلك، إذن هذا يخبرنا أيضا بالدور التاريخي، أيضا يخبرنا بدور تاريخي وعسكري. يعني النابغة الدبياني عندما يقول فصبحهم منا غطاريف ترجو الموت وانصرفوا، في وصف معركة ديقار التي حدثت ما بين الفرس والعرب، وخصوصا قبائل هانئ وبني شيبان. إذن ينقل وظيفة عسكرية وتاريخية. طيب الوظيفة السياسية عندما يعلي من شأن زعيم قبيلة وما إلى ذلك، كل هذا الكلام يقوم به الشعر، يقوم به الشعر. طيب وصف الحالة الاجتماعية للعرب من حيث زواجهم، من حيث عاداتهم، من حيث نصرتهم للمظلوم، من حيث إكرامهم للضيف، كل هذه الوظيفة الاجتماعية أيضا جاءت لنا من خلال الشعر، من خلال الشعر. بل وصف حياة الرجل وما هو الرجل النموذج زي ما حنشوف لقدام شوية، وصفه مثلا شاعر مثل طرفة ابن العبد، شاعر جاهري يعني من أصحاب المعلقات، وصف ما هي القيم التي يعيش من أجلها ذلك الرجل الجاهلي في ذلك الوقت. الشعر بالنسبة للعرب هو ديوانهم. لما نقول ديوان
بمعنى الشيء الذي يحوي وينظم جميع مفردات الحياة، فهو ديوانهم، وضعوا فيه كل شيء. بل أكثر من ذلك كمان، الشاعر عندما كان ينبغ، كانت تأتي القبائل في قبيلة معينة، كانت تأتي القبائل لتهنئتها، وهذا دليل على شيء وحدث عظيم، أن يوجد في هذه القبيلة شاعر. أضرب لكم مثال على سبيل المثال، قبيلة عبس تعتبر من أصغر القبائل العربية عددا ومكانا وتاريخا، حتى وتاريخا يعني تاريخها، إنه ماذا فعلت للعرب أو ماذا قدمت للعرب، تاريخ محدود وبسيط. ولكن ظهور شاعر مثل عنترة جعل من عبس كقطر اليوم، إذا جاز لي أن أقارن وأقيس. عبس قبيلة صغيرة بشاعر من أصحاب المعلقات عنترة، أصبحت ملء الدنيا وسمعها، والجزيرة مع القطر، والجزيرة مع قطر. قطر تعدادها لا يتجاوز ربع سكان غزة، ربع سكان غزة يعني ما بيجوش 500,000. ولكن لاحظوا ما هو الفعل والأثر الذي أحدثته من إنشاء قناة لسه كانت في 96. فبالتالي هذا هو دور الإعلام، لما بقول الشاعر يوازي ليس قناة إعلامية وإنما وزارة إعلام، وإنما وزارة إعلام كاملة الشاعر في ذلك الوقت. فهو يقوم على تمجيد زعيم القبيلة، على وصف حياة القبيلة، على الفخر بقبيلته، على وصف معاركها، على تحويل هزيمتها عسكرية ربما يحولها إلى نصر الشاعر. إذن الشاعر شيء كبير لدى العرب، وبالتالي أخذ الشعر يعني مكانته لدى العرب، لدى العرب كأهم صور الاتصال في العصر الجاهلي. أقول أيضا ربما الشعر رغم أنه قديم ووسيلة قديمة، لكن له جانب تشويقي. انتوا لاحظوا اليوم احنا اي برنامج او اي مسلسل او فيلم او مسرحية يوجد لديها ما يعرف بجانب الحبكة عشان يضلها شاد المشاهد حتى يكمل وما الى ذلك. والشعر ايضا بحبكته وببنائه اللفظي وقيامه على المصطلحات البديعية وما إلى ذلك والبلاغة، أيضا يشد السامع، يشد السامع. فبالتالي أنت القصيدة ببداية ما تبدأ تسمعيها تبقي تتذكري وتبقي كذا وما إلى ذلك. الشعر أيضا يعني إذا بدنا إحنا نقول دلالة أيضا إعلامية له، الشعر يبقى عالقا في الذهن لأنه منظوم ومنسوج، مش كلام منثور، كلام أبيات وما إلى ذلك، فيبغى قرعها في السمع وفي العقل موجود، وبالتالي يعمل على حفظها العقل البشري، وهذا أقرب إلى أنه يتحول إلى أرشيف. هنا الوظيفة التدوينية أو الوظيفة الأرشيفية للإعلام أنه يعمل تسجيل معين من خلال الشعر. شيء الآخر الذي أود أن أضيفه في قضية الشعر، الشعر عندما كان يعني يختار، يتم اختيار قصيدة معينة يقال عنها من عيون الشعر عند العرب فهي من المعلقات، إذن هي من المعلقات، والمعلقات هي تلك الأشعار أو القصائد التي تعلق على أسطار الكعبة. طيب، والكعبة مكان عبادة ليس لقبيلة معينة وإنما لسائر العرب في بلاد أينما تواجدوا في البلاد. بالتالي كل من يأتي إلى الكعبة ليتعبد أو ليحج أو غير ذلك ليعتمر سنجد أنه يتعرض إلى هذه القصائد. إذن هنا الدور للشعر يكاد يصل إلى مبلغ الجماهيرية، يكاد يصل إلى مبلغ الجماهيرية مع الاختلاف طبعا. لما احنا بنقول الاتصال الجماهيري أو الإعلام الجماهيري، رسالة واحدة تصل في نفس اللحظة إلى جماهير مختلفة. صحيح هو لم يصل في نفس اللحظة بسبب أنه
ما كانش وسائل الاتصال أو النقل والمواصلات موجودة، لكن كان الناس يأتون ويتعرضوا، بالتالي الناس على اختلافهم، نساء رجال من اختلاف القبائل يتعرضوا لهذه المعلقات. إذن إنجاز التعبير كان للمعلقات الشعرية يعني دور اتصال جماهيري، وإن كان نسبيا، وإن كان نسبيا. هذا ما أردت أن أتحدث به عن الشعر كوسيلة اتصالية، وهو يعتبر من أبرز الوسائل الاتصالية عند العرب. الوسيلة الثانية اللي هي ستأتحدث فيها وهي وسيلة الأسواق أو صورة الأسواق، ولكن قبل ما أتحدث فيها أقول ما قلته بالنسبة للشعر يقال بالنسبة للخطابة، مع اختلاف وفارق بسيط، مع اختلاف وفارق بسيط، أن الشعر يحتاج إلى بناء محكم حتى تنتظم القصيدة، ولكن الخطابة يمكن أن يكون أسلوبها نثري، وبالتالي هي أقدر على توصيل المعاني بيسر وسهولة، يعني أيسر وأسهل من الشعر، لكن أيهما يتم حفظه أكثر؟ الشعر. الشعر هو الذي يرسخ في العقول، أما النثر لا، واضح؟ لكن في توصيل المعاني تستطيع الخطبة أو الخطابة اللي هي أن تقوم وما إلى ذلك. طبعا الشعر أقدر في التأثير على العواطف والأحاسيس أيضا من الخطبة وما إلى ذلك. يبقى الخطابة لها نفس الدور ولها نفس الوظائف. طيب الأسواق، عندما نقول السوق لدى العرب، الأسواق تعددت في البداية أكثر من سوق، من أشهرها طبعا سوق عكاظ وسوق دومة الجندل ودي المجاز وما إلى ذلك من هذه، لكن إحنا حنتكلم تحديدا عن سوق عكاظ اللي هو يعتبر أشهر هذه الأسواق. السوق لم يكن سوقا تجاريا، وإن أردنا أن نتحدث عنه كسوق تجاري فهنا نتحدث عن الوظيفة الاقتصادية مباشرة، كونه سوق اقتصادي يتم فيه تبادل السلع بين مختلف الناس، يبقى هنا الوظيفة الاقتصادية، نتعرف على الحياة الاقتصادية لقبائل الشمال عن قبائل الجنوب عن قبائل الشرق عن قبائل الغرب، نتعرف على الحياة الاقتصادية لكلهم لأنهم يجتمعوا في هذا السوق. إذن الوظيفة الاقتصادية هنا تبدأ أو تظهر فقط كون السوق على الأقل يعني منطقة تجارية. طيب ولكن العرب لم يستخدموا الأسواق فقط كسوق تجاري، وإنما لكل الوظائف الإعلامية التي يعني ربما نستخدمها اليوم وغيرها أيضا من الوظائف. أقول على سبيل المثال أن السوق يقوم بدور الجريدة الرسمية الناطقة باسم الحكومة. السوق عند الجاهليين يقوم بدور الجريدة الرسمية التي تنطق باسم الحكومة. الآن نحن في عصرنا الحديث لو أي إنسان بده يثبت معاملة معينة، تبرئة أو حقه في ملكية أرض وما إلى ذلك، عليه أن يستخدم الجريدة الرسمية المعترف بها من قبل النظام القائم. طيب في الجاهلية لو أرادت قبيلة أن تتبرأ من أحد أبنائها، التبرئة تتم في محفل عام وليس هنالك أعم من هذا المحفل وهو سوق عكاظ. إذن سوق عكاظ أو الأسواق بصورة عامة تقوم بدور الجريدة الرسمية. الأسواق أيضا تقوم بدور المجمع الأدبي، كانت في الأسواق تنصب قبة ليعني أشعر العرب، يعني أشعر العرب من بين الشعراء تنصب له قبة، فيأتي الشعراء ليحتكموا إليه فيحكم بجودة هذه على تلك أو أفضلية هذه على تلك وما إلى ذلك. وكان أشعر العرب في ذلك الوقت اللي هو من يعرف بالنابغة الدبياني، النابغة الدبياني. إذن هنا لها دور أدبي. طيب الأسواق أليس لها دور كمجمع للغة، وليس من حيث الأدب فقط، كمجمع للغة؟ العرب بقبائلهم المختلفة عندما يأتون إلى الأسواق كل منهم يحمل
لغته ويحمل لهجته، واللهجة لابد أنها تحتوي على بعض المفردات التي تختلف. إذن هنا عرفنا اختلاف المفردات واستخدامها ما بين القبائل في داخل اللغة العربية. إذن السوق أيضا يقوم بدور مجمع اللغة العربية في تحديد المفردات واستخدام المفردات وما إلى ذلك. السوق كان يتم فيه أيضا الوظيفة السياسية، إن أرادت قبيلة أن تعلن صلحها مع قبيلة أخرى أو حربها على قبيلة أخرى فمن خلال الأسواق، القبيلة تعلن أنها في حرب مع القبيلة الفلانية، وبالتالي تبدأ الأحلاف السياسية، تدخل قبيلة في حلف مع قبيلة وقبيلة أخرى مع قبيلة أخرى. إذن هذه الوظيفة السياسية للأسواق، إعلان الحرب، إعلان السلم، الدخول في معاهدات وتحالفات ما بين القبائل وبعضها البعض. وظيفة الاجتماعية للأسواق أيضا تظهر بصورة جلية وواضحة. ففي الأسواق كان يتم إعلان الزيجات، بنت الزيجات، الزواج، زيجة بنت أو ابن زعيم القبيلة على بنت زعيم قبيلة أخرى وما إلى ذلك. يعني معنى أنها كانت تعلن الزيجات المهمة، مش أي زيجة، مش زيجة فرد عادي، وإنما زعيم أو ابن زعيم أو إشي زي هيك، تعلن في الأسواق حتى يعلم بها العرب، حتى يعلم بها العرب. يبقى هنا كانت وظيفة أيضا اجتماعية. الوظيفة الدينية أيضا كانت موجودة في الأسواق، الوظيفة الدينية، حتى أن محمد صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يبدأ بنشر دعوته ويجهر بهذه الدعوة خرج إلى سوق عكاظ، وكان يمشي في السوق ويقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكثير من زعماء العرب وأقوام العرب وأفرادهم يعني من خلال السوق تعرفوا على دعوة الإسلام وبدأوا بالبحث عنها، فمنهم من أسلم ومنهم من لم يسلم. بل الدعوة المناهضة لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي دعوة الوطنية ودعوة دين الآباء الذي كان قائما، أيضا مورس في السوق، فكان يمشي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبو لهب ويقول: أيها الناس إن هذا ابن أخي فلا تستمعوا له، ويصفه بالأوصاف القبيحة، قبحه الله، يقول عنه كاذب ويقول عنه ساحر ويقول عنه إلى آخره. بالتالي كانت الدعوات بين قوسين الوظيفة الدينية تمارس على أشدها في أوساط الأسواق، في أوساط الأسواق. طيب الوظيفة الإخبارية هل موجودة في الأسواق؟ بالتأكيد، كل خطيب من قبيلة معينة ربما ليأتي يخطب في جمهور الناس ويخبرهم بما حدث، يبقى الوظيفة الإخبارية موجودة، الوظيفة الدينية موجودة، الوظيفة السياسية موجودة، الوظيفة الاجتماعية، الاقتصادية، كل الوظائف موجودة، كل الوظائف موجودة في صورة الأسواق. أنا هذا ما كنت أود أن أتحدث عنه، والأمر الآن متروك إلكن. اختارن أي صورة من صور الوسائل أو من صور الإعلام في العصر الجاهلي، عندك 13 وسيلة، اختارن الصورة التي تريدن حتى أتحدث بها أو نتحدث عنها. تفضل. اللي أنا قلته على وظيفة الشعر، على وظيفة الأسواق، منها تستطيع أن تطبق على غيرها، منها ما يستغرق كل الوظائف ومنها ربما ينفرد بجزء من الوظائف. تفضلي. كتب الدينية اللي هي، طيب طيب الكتب الدينية عن ماذا تتحدث؟ من اسمها عن الأديان، يبقى الوظيفة الدينية، لاحظوا الوظيفة الدينية. طيب الكتب الدينية ألا تتحدث عن قصص أقوام سابقين؟ يبقى نقل أخبار ووظيفة تاريخية، أخبار ووظيفة تاريخية. طيب الكتب الدينية ألا تعلمنا أشياء؟ أشياء، يعني إحنا لما بنيجي بنقول مثلا تعلمنا من الفقه الإسلامي كذا،
يبقى تعلمنا، يبقى هنا الوظيفة التعليمية. طيب الوظيفة التثقيفية، عندما يروى لنا أحوال أمم سواء سبقت أو أحوال أمم معاصرة، يبقى وظيفة تثقيفية كمان إلى جانب كونها إخبارية. طيب وظيفة سياسية، لما الكتب الدينية تحكي عن تمايز أهل الحق وأهل الباطل وما يقوم بينهم من صراعات واختلافات، يبقى وظيفة أيضا سياسية. لاحظتم؟ لو بس تمعنتم في هذه الصور تستطيع أن تستنبطوا منها دلالات إعلامية كثيرة. طيب لو الوظيفة الاقتصادية حاولنا أن نستنبطها من الكتب الدينية نستطيع أيضا، نستطيع. يعني على سبيل المثال لو إحنا نظرنا في قرآننا، يعني لما بيحكي في سورة الأنعام يعني وآتوا حقه يوم، مش وظيفة اقتصادية هنا قضية الزكاة هذه وتوزيع الأموال وما إلى ذلك. طيب 8 أزواج من الضأن اثنان ومن المعز، لاحظوا، يبقى وظيفة اقتصادية. وهكذا وغيرها من الكتب، بالتأكيد الكتب سواء التوراة أو الإنجيل، وإن اختلفت الشرائع لكن لها أيضا دور اقتصادي. طيب صورة أخرى، الأعياد. الأعياد شبيهة جدا يا بناتي في الأسواق، لأنها منطقة تجمع العهود والمواثيق والأحلاف. أبرز وظيفة لها أول حاجة السياسية، 2 الإخبارية. ماشي، لما تكون بين نابع عن شيء من جماعات دينية بصير دينية، لكن لما بنقول عهد وميثاق وحلف بأخذ الطابع السياسي، بأخذ الطابع السياسي. من أبرز الوظيفة التاريخية أيضا، نعم، من أبرز العهود والمواثيق التي مرت علينا مثلا، هاي 1، 2 قبل المدينة المنورة، قبل العهد المدني، كمان في داخل مكة، مش في حاجة اسمها الوثيقة التي وقعت عليها قبائل قريش بمقاطعة بني هاشم، صح؟ ايش اسمها؟ وثيقة المقاطعة أو شيء زي هيك، لا يشتروا منهم، لا يناسبونهم، لا يعاملونهم إلى آخره. وعلقوها وين كمان؟ أدوها قدسية، أدوها قدسية دينية، بعد ديني أدوها عندما علقوها في جوف الكعبة، في داخل الكعبة. يبقى الأحلاف نفهم منها البعد السياسي أو الوظيفة السياسية، نفهم منها وظيفة إخبارية، وظيفة إخبارية أن فلان تحالف مع فلان وأقام حلفا مثلا، مثل حلف النبي صلى الله عليه وسلم مع خزاعة، وحلف قريش مع بني بكر، وهكذا. طيب كمان الأحلاف والمواثيق هذه بتعطينا يعني شيء من التثقيف والتعليم، أنه إحنا كمان كبشر ما عشناش في تلك الفترة، نتعلم كيف كانت تقوم الأحلاف وعلى أي أسس، وعلى أي أسس نتثقف بثقافة تلك العصور وما إلى ذلك. يعني نستطيع أن نستنبط منها يعني بعض الوظائف وما إلى ذلك. رسائل الخاصة هي تعتبر من أضيق، لأن العرب كانت أمة أمية، ماشي، فالرسائل الخاصة كانت تستخدم على نطاق خاص ومحصور، لكن إن حملت طابعا سياسيا فوظيفتها سياسية، إن حملت طابع نقل أخبار يبقى وظيفة إخبارية، إن حملت شيء ذو بعد اجتماعي فوظيفتها اجتماعية. يعني هي يمكن أن تحمل معظم الوظائف، لكن حسب إيش؟ خصوصيتها، حسب ما تحمله الرسائل. نعم، طبعا كل على حدة. يعني ممكن بعض الرسائل ينقل شيء من الأخبار وشيء من الوظيفة السياسية، يجمع بين وظيفتين أو 3 على الأكثر، لكن لا يمكن لرسالة واحدة أن تجمع كل الوظائف، مثل السوق مثلا أو يعني دار الندوة أو غير ذلك.
تفضلوا. مش هنرجع لصور الإعلام في العصر الجاهلي. بيوت وأماكن العبادة على غرار الكتب الدينية، ولكن أوسع كمان، لأنه الكتب الدينية بتصير جزء من أماكن بيوت العبادة. حنجد لها الوظيفة الدينية، حنجد لها الوظيفة السياسية، الوظيفة الإخبارية، كل هذا موجود. يعني على سبيل المثال، لما بحيرة الراهب، احنا بنقول عنه بحيرة لكن هو بحيرة، بحيرة الراهب، عندما استوقف القافلة القرشية التي يعني كان فيها النبي وكان لسه ما زال غلاما صغيرا، أخبر عمه اللي هو كان أبو طالب بضرورة العودة. فعندما قال له لماذا، قال إن يهود لو تعرفوا عليه سيقتلوه. يبقى هذه وظيفة دينية، واحد، اثنين وظيفة سياسية، ثلاثة وظيفة إخبارية. بس في الموقف هذا هو أخبره سياسيا أن هذا النبي الذي سيبعث سيكون له أعداء من اليهود. هاي سياسية. اثنين، عداوة دينية ما بين دين جديد ودين قديم. ثلاثة، إخبار، مجرد إخبار، هذا إخبار، واضح؟ وهكذا. طيب، بيت العبادة نفسه عندما تنظر إليه من الخارج تستطيع أن تقولي هذه كنيسة، هذا كنيس، هذا مثلا هندوس، هذا كذا إلى آخره. يبقى من الخارج تستطيع أن تحددي ما هو الدين الذي يمثله هذا المكان. إذا دخلت فيه تعرفت على كتابه، والكتاب يحمل كل ما قلنا عن الكتب الدينية من الوظائف. نجد كل شيء حتى الترفيه موجود في داخل الكتب الدينية، حتى الترفيه، واضح؟ وظيفة الترفيه. طيب، نتعرف على الرموز الدينية، الرموز، الملابس وما إلى ذلك. طبعا لما بندخل في داخل مكان العبادة حنشوف الهلال، حنشوف بعض الأمور، حنشوف عندهم في الجاهلية كانت أماكنهم التماثيل، حتى وضعوها في داخل الكعبة، تماثيل الأصنام التي يعبدونها. حنجد لو دخلت الكنيسة حتجد الصور، المسيح وأمه، طبعا هم يصورونهم، بس هل هي صورهم؟ الله أعلم، طبعا ما فيش دليل على ذلك. لو دخلت عند اليهود ستجد طابع آخر. يبقى التعرف على الرموز الدينية، على الكتب الدينية، كل هذا بيتم من خلال أماكن العبادة. التعارف، وظيفة التعارف ممكن تتم كمان في داخل الأسواق، وممكن تتم في داخل أماكن وبيوت العبادة، وظيفة التعارف بين الناس والبشر ونقل الأخبار. طيب، أي حاجة تانية؟ يلا، دار الندوة. إيش أهم وظيفة لدار الندوة يا بنات؟ السياسية يا بنات، انت بتحكي عن برلمان، سياسية. دار الندوة بنات، مش الندوة، مش وسيلة الندوة، لا، مش الندوة اللي بيجي واحد بيحكي لك فيها. دار الندوة هذا عبارة عن مكان يجتمع فيه كبار القوم، علية القوم، مجلس تشريعي، مجلس وزراء، سميه اللي بدك تسميه. فبالتالي أهم وظيفة له الوظيفة السياسية. اثنين، الإخبارية، ماشي. ثلاثة، الوظيفة التشريعية، سن وإصدار القوانين. أربعة، ممكن يكون في شيء من التعارف. تعارف يعني لما الشيخ النجدي جاء إلى دار الندوة واستشاروه، فأشار عليهم أن يأتوا بشاب جلد من كل قبيلة حتى يقتلوا محمد فيتفرق دمه بين القبائل. لاحظوا، يبقى هنا ايش هجاب الواحد نجدي على مكة، يبقى التعارف وما إلى ذلك. شيء آخر، وظيفة خلينا نقول إجراء الحوار والتشاور وما إلى ذلك بتتم في داخل هذه يعني الأماكن. تلاحظوا دورها هنا تعتبر، قال عنها الدكتور اللي هو
الدكتور عبد اللطيف حمزة، إذا واحدة فيكن عاوزة تتوسع في هذا الباب أو في هذا الموضوع فعليها بكتاب الإعلام في صدر الإسلام، الإعلام في صدر الإسلام، مؤلف الدكتور عبد اللطيف حمزة، وهو من أوائل الذين كتبوا يعني في الإعلام الإسلامي، في الإعلام الإسلامي، موجود في المكتبة، تجديه في المكتبة، مكتبتنا. ها إذا بدكم كمان وسيلة أخرى قبل ما نختم، كمان وسيلة، يلا في إشي؟ سياسية واقتصادية وإخبارية كله من أقوى الوسائل تعتبر، رغم أنه مش مكتوب عنها إشي. الأمثال. طيب عندنا احنا هنا لما بنقول مثلا، يلا واحدة فيك نجيب لي مثال، يلا. ما حك جلدك مثل ظفرك مثلا، ايش هذا؟ مثل شعبي. ماشي. تعليم، وظيفة تعليمية، وظيفة تثقيفية. طيب اقلب الجرة على تمها تطلع البنت لأمها، وظيفة اجتماعية. لاحظن ايه؟ تاريخ، سياسي، اخبار، كل الوظائف بتيجي في الامثال يا بنات، ديروا بالكم. الامثال مهم يعني مهمة جدا، وصورة من صور الاعلام سواء في العصر الجاهلي او حتى في عصورنا الحالية بالتالي هي صورة مهمة جدا، وكل الوظائف يمكن ان تتمثل في الامثال. مش هقولكم في مثل واحد، ربما المثل الواحد يحمل عدة وظائف لكن مش كل الوظائف، وهكذا. طيب ايش الوظيفة؟ حسب الموقف الذي يقال فيه. اذا كانت في موقف سياسي يبقى بتحمل دلالة سياسية، اذا كانت في موقف اجتماعي دلالة اجتماعية او وظيفة اجتماعية، وهكذا. يبقى المثل حمال للوجوه، حمال للوجوه وحمال للوظائف. طيب هيك بناتي انا بكون خلصت معكم صور الإعلام في العصر الجاهلي، والمحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى بنبدأ في صور الإعلام في صدر الإسلام، ومرجعه أيضا اللي هو كتاب الدكتور عبد اللطيف حمزة، نفس الشيء، الإعلام في صدر الإسلام.